الولد الصغير يسأل الرجل الكبير: لماذا العالم هكذا؟ لأن العالم في اليوم يتغير دائما، والشيء الجميل لن يبقى جميلا. الأزهار ذبلت ولم يبقى حيوانات لطيفة، ولم يبقى الحيوانات إلا الشريرة. لماذا العالم مش دائما حلو؟ لا يوجد مناظر جميلة ولا أزهار ولا عصافير والسماء صافية. في هذا اليوم كل البيوت مدمرة. لماذا كل البيوت مدمرة؟ من هناك قيد فيلة دمار البيوت. الناس هم الذين دمروا العالم وأحرقوا البيوت. الناس هم الذين صاروا مثل الحيوانات المفترسة. الحل الوحيد هو أننا نسكن تحت الأرض. هيا نرحل من هنا. إنه صعب. لماذا؟ هل أنت تسكن في جزيرة تحوط في المياه؟ هل أنت لا تعرف السباحة؟ لا، ما في مستقبل، لأن الطرق كلهم مغلقة. ممكن نبحث عن طريق آخر؟ لا يوجد أي طرق آخرة. كأننا في جبال لا يمكننا التسلق. لماذا لا تتسلق؟ ما هذا؟ هذا خطر، مثل عبور الشارع معصب العينين، ويجري الكثير من السيارات. ممكن أن تستعمل بساطة الطائر؟ في بعض الأحيان نقابل أشخاص مثل الكلاب المتوحشة ويعضون الناس. ممكن أن نضع على فمهم عصابة لأجل لا يعضون. هم أوحش من الكلاب، وفي الليل يصبحون الذئاب، لذلك علينا أن نبقى في الداخل ونقفل الأبواب. عالمكم مضحك بالنسبة إلي. أريد عالمي أن أعيش في قصر يوجد بداخلي حديقة كبيرة. أريد أن يوجد الجسر بين الجزيرة والساحل. أمسك بحبل وأعبر، سأجعل سفينة تحملني.
مرضى الكلاب أساسا تقطع الحيوانات تقطع الحيوانات الأليفة. وبالأخير في هذا العالم سأستقبل جميع الناس والحيوانات الذين يحتاجون المساعدة.